فالسلام الحقيقي لا يكون بفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية. واسمحوا لي في هذا الموقف المهيب الذي يجتمع فيه علماء الأمة العربية والإسلامية، وأتجرأ وأقول إن تهافت البعض على السلام مع إسرائيل جعلها تفرط في شروطها. نحن من هنا المجتمعين في جمهورية مصر العربية ندين العدوان الإسرائيلي العسكري على أرض فلسطين، ولا نقبل إبادة الشعب الفلسطيني، ونطالب أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة. ونحن كرجال دين إسلامي ومسيحي نطالب بحق الفلسطينيين في أراضيهم، ونحن مع هذا الحق إلى النهاية.